إذن نحن مشاهدين في انتظار أن نعرف من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم وانعكاسات ذلك على منطقتنا، على منطقة الشرق الأوسط، العلاقات مع مصر كيف ستكون، العلاقات مع الدول العربية، الصراعات والنزاعات في هذا الإقليم. كل هذه التفاصيل هنحاول أن نجيب عليها في هذه الفترة مع معالي السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي منورنا. معالي السفير صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا. صباح الخير، أهلا بيك يا أخي. أهلا بيك. في البداية خلينا نلقي نظرة سريعة كده عن رؤية كامالا هاريس عندما كانت رئيسة مجلس الشيوخ في 2017 وعندما كانت نائبة لجو بايدن في الفترة السابقة ورؤيتها ناحية الشرق الأوسط، وفي المقابل الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية كان رئيسا وكانت له الكثير من العلاقات مع دول المنطقة. هل لنا أن نتوقع شكل السياسة القادمة سواء من كامالا هاريس أو من دونالد ترامب، أم أن الصراعات وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط فرض تغيرات كثيرة في سياسة الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ هنشوف أولا في النقاش والحملات الانتخابية للطرفين. نصيب الشرق الأوسط كان قليل جدا. يعني معظم الصدمات والحوارات كانت حول أمور داخلية. يعني تقليديا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري انطلاق في الاقتصاد، تخفيض الضرائب، الحزب الديمقراطي زيادة الضرائب لصالح الطبقات غير المطرفة وهكذا. استمر هذا ودخل فيها دلوقتي موضوع الحريات الجنسية، ودخل فيها موضوع الإجهاض وحق الإجهاض، وده يعني أخذ معظم الحوار في المناظرات. في المناظرات واضح ان الشرق الاوسط تراجع كثيرا في الاهميه. واذا نظرنا برضو الى وضع الشرق الاوسط نجد ان الاوراق مستفه في غير صالح العرب. بمعنى انت عندك النهارده المرشحين الاساسيين كامالا هاريس، وان كانت بتحاول انها تبتعد عن جو بايدن قليلا، ولكنها كانت نائبة الرئيس وفي زورق واحد معه. صحيح. جو بايدن يعني ذهب الى اسرائيل هو وزير خارجيته وشارك في اجتماعات مجلس الحرب الاسرائيلي عندما كانت بتضرب غزة، قال انا صهيوني وافتخر. وزير خارجيته ذهب إلى برضو إلى إسرائيل وقال أنا أتيت لست بصفتي وزير خارجية ولكني بصفتي مواطن يهودي. كل ده يعني أشياء. في الجانب الآخر دونالد ترامب. دونالد ترامب هو اللي نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، هو اللي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. إذن الأوراق مستفة في غير صالح العرب وفي غير صالح الفلسطينيين. يعني لكن سعاد سفير، في بعض الخبراء يعني والمحللين شايفين أن الناخب الأمريكي في هذه المرة يمكن هيكون مختلف نوعا ما. في العادي ومن الطبيعي أنه بيهتم فقط بالأمور الداخلية زي ما حضرتك ذكرت، لكنه خلال هذه الفترة مهتم أكثر بما يحدث خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، ليس للاهتمام بقضية الشرق الأوسط أو بالصراعات بقدر ما هو يهتم ب يعني ما يقتطع من ميزانياته للإنفاق على تسليح قوات الاحتلال. فأعتقد أن دي حاجة من الحاجات اللي بتشغل الناخب الأمريكي، وكان من الحاجات اللي هتكون مؤثرة خلال مناظرات أي من المرشحين سواء كامالا هاريس أو دونالد ترامب، أنه يضع حلول أو على الأقل رؤية لوضع حد لهذا الصراع أو على الأقل لإحداث تهدئة. ما يشوف يعني هنا تأتي المشكلة. الحلول من وجهة النظر سواء هاريس أو ترامب هي التهدئة ووقف الاقتتال. هذا ليس حل. يعني انت النهارده دماء كثيره اسيلت ودمار هائل حصل وجرائم حرب ارتكبت، وبعدين تقول خلاص والله يعني عفى الله عما سلف ونبتدي من جديد. هذا يعني حتى النهارده لما بتتكلم على يعني في نظرتين، نظره
الدولتين ونظرة الدولة الواحدة. هل أنت متصور النهاردة أنك ممكن بعد كل هذا الدم الذي سال أن الطرفين يعيشوا في حالة رضا ببعضهم وفي حالة؟ أنا شايف أن ده ما حدث مؤخرا قضى على كل بارق. يعني أنت الرئيس السادات لما راح إسرائيل دي كانت أول بادرة ان انت ممكن تحقق سلام، وبعد كده حصل أوسلو، وحصل ان الاردن برضو عملت اتفاقيه سلام. انت اجهضت هذا تمام، هذا الطريق اجهض واصبح طريق مسدود. ما يثير قلقي ايضا ان المشكله الفلسطينيه هي في المقام الاول مشكله عنصريه. بمعنى ايه؟ ان هناك فكر صهيوني بيرى أن من هو غير صهيوني ومن هو عربي مواطن أو إنسان ناقص الإنسانية، يعني قتله أو التنكيل به ده شيء يعني مقبول. أنت النهاردة لما تنظر إلى تصريحات دونالد ترامب الأخيرة امبارح أو الأول امبارح، طلع بيقول كاملا هاريس دي يعني انت ممكن ان انت تختلف معاها عقائديا وسياسيا وفي البرنامج الى اخره، انما ان تطلع تقول ان دي نصها اسود ونصها هندي بني، يعني انت كده بتكرس العنصرية، الفكرة العنصرية. قبل كده قال تصريح في منتهى الخطورة، قال لك المهاجرين دول بيفسدوا التركيبة الجينية للشعب الامريكي. يعني ده غير ان ده يعني تعبير عنصري في طبعا غاية الفجاجة، انما ايضا يعني في بصراحة ربنا يعني قول يعني لا استطيع ان اصفه بشكل مهذب، ده قول اهوج. يعني انت النهاردة هل الشعب الامريكي اللي هو جاي من جميع انحاء العالم ليه تركيبة جينية؟ يعني فانت النهاردة بتكرس الفكر العنصري اللي هو حتما بينعكس على قضايا الشرق الاوسط. طيب سعاده سفير، ليه البعض يعني بيشبه كامالا هاريس بانها نسخه نسائيه من باراك اوباما؟ لا انا اشوف يعني هو وجه التقارب ان باراك اوباما طبعا ايد كامالا هاريس بحكم يعني اعتقد الارتباط الحزبي والاعتبار العنصري برضو، لان يعني ده برضو موضوع مهم بالنسبه في الحسبان طبعا. وهناك حاله من القلق العميق للاقليات العرقيه في الولايات المتحده من التصريحات العنصريه في غايه الفجاجه والموقف اللي واخده من اللاتينوز ومن الناس المهاجرين، فده بيخلي الاقليات العنصريه في حاله قلق شديد جدا من المستقبل. طيب واحنا بنتكلم عن هاريس يراها الكثيرون بانها الاكثر توازنا او مقروءه، يعني من الممكن ان تتنبأ بتصرفاتها، بعكس دونالد ترامب فانه شخص غامض ومن الممكن ان يفاجئك في لحظه من اللحظات بقرار يكون صعب للغايه وخاصه في منطقه الشرق الاوسط. هل هذا الامر بالفعل يبدو لحضرتك كذلك، ولا من الممكن أن ترامب من بأنه معروف أنه رجل أعمال وسياسة المصالح والصفقات هي سياسته، فنتوقع أي قرار وفقا لسياسة المصالح والصفقات؟ أشوف حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، أنه العملية القدرة على استشراف ما يمكن أن يقوم به زعيم ما، ده موضوع مهم جدا. الحقيقة برضو من الحاجات المقلقة جدا في تاريخ دونالد ترامب انه شخصية زئبقية. يعني دونالد ترامب اولا دلوقتي عضو في الحزب الجمهوري، كان قبل كده عضو في الحزب الديمقراطي، وقبل كده كان في حزب اسمه ليبرتي او الحرية، وكان قبل كده حزب الاصلاح او الريفورم، وفي فترة كان مستقل. فيعني أن تجد سياسي يقفز ما بين
الأحزاب السياسية أو المواقف السياسية المختلفة. إضافة إلى هذا برضو اختياره لنائب الرئيس اللي دخل مع الانتخابات اللي هو فانس. فانس ده كان في حالة عداء مستحكم مع ترامب بدرجة ان هو وصف ترامب بانه نسخة من هتلر. فإذ فجأة ترى ان بعد كل هذا يختاره نائب رئيس وزميل ليه في الحملة الانتخابية. ده يعني شخصية زئبقية من الصعب جدا انك تتكهن ما يمكن ان يقوم به. طيب هل سياسة الديمقراطيين وكما يقول البعض بأنها سياسة لا تستطيع أن تحسم، يعني ليست من اختصاصاتها الحسم مثلا في طيب شكل الولايات المتحدة أو شكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وأيضا شكل العلاقة مع مصر كيف سيكون في حال كامالا هاريس هي رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية أو في حال دونالد ترامب. لكن قبل أن يعني نرجع أو نعود مرة أخرى إلى هذه النقطة وطبيعة العلاقات الأمريكية بدول الشرق الأوسط، دعنا نلقي نظرة سريعة على ما قاله دونالد ترامب وتحليل حضرتك لكلمته. يعني شوف الكلمة واحدة تبرز من المؤتمر الصحفي عندما تحدث وقال معسكر الأعداء يقول. أعتقد أن دي كلمة يعني لها دلالة كبيرة جدا. أعتقد أن دي لم يسبق لمرشح رئاسي أن أشار إلى المعسكر المرشح الآخر بأنه معسكر الأعداء. صحيح، يعني هو معسكر المنافس، المعسكر الحزب الآخر، لكنه أبدا لم يكن معسكر الأعداء. وأعتقد هذه الكلمة بتوضح مدى التقطب الذي حدث في الولايات المتحدة. وهذا التقطب برضو ظهر من المناظرة بين ترامب وهاريس. يعني أنا تابعت مناظرات كثيرة منذ المناظرة الأولى اللي حصلت في الستينات بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون، حوار راقي محترم، احترام متبادل بين الطرفين. المناظرة بين ترامب وكامالا هاريس يعني كان هناك سباب. صحيح، واعتماد بالكذب. يعني المستوى الحوار، وده يعني موضوع خطير، يضاف إليه ما قام به ترامب منذ فوز بايدن بالانتخابات عندما شكك في نزاهة العملية الانتخابية. وأنا أعتقد إن هو إذا فاز في الانتخابات يتتبع هذا، وهو أعلن في حملته الانتخابية قال أنا سألاحق جنائيا من تلاعبوا في الانتخابات السابقة. وده هيخلق حالة من التقطب الشديد في الساحة السياسية الأمريكية، وده موضوع يعني غير حميد طبعا بكل تأكيد. كيف يقول عنهم معسكر الأعداء وفي نفس الوقت يقول بأنه سيعمل لصالح جميع الشعب الأمريكي دون تفريق؟ يعني الحقيقة الحوار يعني هو شوف برضو دونالد ترامب راجل منفلت في حديثه، يعني يكفي أنه أمس أظن في حديث وصف بيلوسي اللي كانت رئيسة مجلس الكونغرس بأنها عاهرة، ويعني وتردد هذا مثل هذه الألفاظ على لسانه. يعني هناك مستوى للخطاب السياسي، وهناك مستوى للخطاب المفروض من رئيس أكبر دولة في العالم. صحيح، ودولة بتجلس في مقعد دائم في مجلس الأمن. مقعد دائم في مجلس الأمن ده مش تزكية، دي مسؤولية.
طبعا بكل تأكيد تجاه ميثاق الأمم المتحدة وتجاه السلام والأمن في العالم. بعض شبهه يمكن بجولد ووتر المرشح الانتخابات الامريكيه في 64 لانه كان جولد ووتر. انا 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 عاصرت حمله جولد ووتر يعني انا راجل عجوز. جولد ووتر مما لا شك فيه انه كان راجل متطرف ويميني يعني الى اقصى اليمين، ولكني لم اسمع منه مثل هذه الالفاظ. طيب ترامب ايضا في هذا المؤتمر تحدث بانه يجب ان تعود الولايات المتحده الامريكيه دوله عظيمه، سنعمل على عوده العظمه مره اخرى للولايات المتحده الامريكيه. هل فقدت الولايات المتحده الامريكيه عظمتها في ظل حكم بايدن؟ وهل ينظر العالم الخارجي للولايات المتحده الامريكيه في ظل المتغيرات الحاليه على الاقل في منطقتنا بانها ما زالت دوله عظيمه؟ يعني شو اصلا ما هو تعريف العظمه؟ يعني اذا كنا هناخد مثلا القوى العسكريه، الولايات المتحده اقوى، مش اقوى دوله عسكريه في العالم، لا، الولايات المتحدة أقوى عسكريا من العالم أجمع. يعني أنت لو حطيت من العالم مجتمع يعني القدرات العسكرية للولايات، وده شيء خطير جدا أن أنت تجعل دولة أقوى من العالم كله. فإذا كان هناخذ هذا المعيار فهي دولة عظيمة. إنما يعني أنت النهاردة الولايات المتحدة بنت المنصة السياسية بتاعتها على أولا أنها دولة اللي هي زعيمة العالم الحر. إذا حللت هذا الشعار، أي عالم حر تتحدث عنه؟ يعني الولايات المتحدة دعمت أكبر ديكتاتوريات في العالم، دعمت اسمه إيه ده، فرديناند ماركوس في الفلبين، بينوشيف في شيلي، شاه إيران، لم تقف جمهوريات الموز في أمريكا الوسطى، لم تقف يوما في صف الحرية، بل وقفت دايما في صف الديكتاتورية والشوفينية والفاشية، وتعمل دايما على تأجيج الصراعات. يمكن فإذا أخذنا هذا ففقدت شيء كثير من ال كان دايما الولايات المتحده تروج للامريكان واي اوف لايف، اسلوب الحياه الامريكي. النهارده لما تشوف النهارده ان يعني كل كام يوم يطلع صبي مع سلاح آلي يدخل على مدرسه يقتله 20 واحد. صحيح، دي مشكله كبيره جدا. هل هذا هو مثال يقدم للعالم؟ النهارده الولايات المتحده واقفه بتدعم مجزرة، أنا مش بقول حرب، لا، دي مجزرة طبعا، دولة مدججة بأحدث الأسلحة بتقتل وتسفك دم وتهدم شعب أعزل من السلاح، وقتلت من الأطفال ومن النساء ومن المدنيين عشرات الآلاف. القيمة الأخلاقية للولايات المتحدة، فكل ده يعني إذا كان دونالد ترامب بيسعى إلى إصلاح هذا فليساعده الله. إنما إذا يعني استمر في عملية إن إحنا أقوى دولة عسكرية في العالم، يعني عملية برضو اللامبالاة حتى يعني النهاردة أنا لما بأخفض الضرائب، معنى تخفيض الضرائب، وهو ده كان دايما السجال بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. والحزب الجمهوري بيقول لك لا، احنا لما نخفض الضرائب الشركات الكبرى هتنتعش وهتوظف ناس كتير، وبعدين اللي عايز رعايه صحيه، طب ما في شركات بتاعت رعايه صحيه، يعني في ناس بتتعثر، يجب ان تجعل لهم شبكه امان. فإذا كان هذا هو مفهومه عن الحرية والعظمة، مفهومه عن العدالة، طيب هو تحدث في كلماته عن دعم العرب والمسلمين له. وقبل بدء السباق الانتخابي أثناء عمليات استطلاعات الرأي وخلافه، كانت الجاليات العربية الإسلامية بعيدا تماما عن دونالد ترامب، يمكن نسب التصويت كانت ما بين كامالا هاريس وجيل ستاين المرشحة عن حزب الخضر. كامالا هاريس 29.4%، جيل ستاين 29.1%، فأعتقد أن كانت النسبة متقاربة. وكان البعض يتوقع بأنه العرب والمسلمين هيكون تصويتهم شبه تصويت عقابي،
لجولستان حتى وإن كانت بعيدة تماما عن السباق. لكن في النهاية وبحسب ما أعلنه ترامب قبل قليل بأنه نسبة تصويت العرب والمسلمين كانت لصالح، تفسير حضرتك لده إيه؟ يعني شوفي برضو يعني أحب أتكلم معاك على كيف سيطرت الدوائر الصهيونية على القرار الأمريكي. يعني شوف إسرائيل من الدول اللي وضعت نفسها منذ بدايتها تحت حماية دولة عظمى، ولكن إذا نظرت مثلا أن هناك بلاد أخرى اتجهت نفس الاتجاه، يعني تايوان مثلا تعتمد 100% على الحماية الأمريكية، كوريا الجنوبية كذلك، اليابان كذلك، ولكن هل جرأت إحدى هذه الدول أنها تنتج سلاح نووي؟ هل جرأت على أنها تغزو بلد جارة؟ ملحوظة مهمة طبعا. طب اشمعنى إسرائيل اللي هي بتتمتع بهذا؟ إسرائيل منذ قبل قيام الدولة، منذ المنظمة الصهيونية، وضعت نفسها تحت حماية دولة عظمى. يعني إسرائيل بتدين لقيامها ببريطانيا، وعد بلفور، الانتداب البريطاني على فلسطين، وتسليمهم تقريبا البلاد للدوائر الصهيونية. إنما وضعت نفسها تحت حماية بريطانيا، ولكنها في نفس الوقت مؤثرة على صانع القرار البريطاني، أموال أسرة روتشيلد، لويد جورج اللي كان رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى، واللي في الصدر في عهده وعد بلفور كان محامي الوكالة اليهودية الدولية، وهكذا. بعد كده انتقلت إلى الحماية الفرنسية، يعني حتى حرب 67 كان معظم السلاح الإسرائيلي فرنسي، طيارات الميراج والمستير لم تتحول إلا بعد 67. وفرنسا هي التي أسست لإسرائيل البرنامج النووي بتاعها، شيمون بيريس، مقابل مساعدة إسرائيل ل أو يهود الجزائر لفرنسا في الحرب التحرير، ومقابل دور إسرائيل في الاعتداء السياسي على مصر. عظيم جدا. طب احنا هنحاول نتكلم مع حضرتك أكتر كمان عن دور لوب الصهيوني. لكن ده مقدمة النصر. مفهوم. طيب خلينا سريعا معانا على الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. يا أستاذ جميل أهلا بحضرتك، ونبدأ من تصريحات دونالد ترامب التي قالها قبل دقائق من الآن عن أنه يعتبر هو فائز بالانتخابات. أبرز ما توقفت عنده في كلمة دونالد ترامب. هو في البداية طبعا صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد، صباح الخير على كثير الفقير. يا أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا هو الأبرز هو كان كلامه كله عن الداخل الأمريكي في الوقت الحالي. طبعا يعني الأبرز شيء طبعا النقطة المهمة اللي هي الهجرة الغير شرعية اللي دايما كان بيحارب عنها، بيحارب انها عدد انها ما تخشش الولايات المتحدة الأمريكية. هو دونالد ترامب وقال ان هو هيمنعها تماما. طبعا أكد على انه سيتم دفع الضرائب وسيتم دفع الديون الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. طبعا هو بيؤكد على فوزه الكاسح، هو لم يحدث من قبل على في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وده تأكيد على ثقة الشعب الأمريكي طبعا في دونالد ترامب. هو أيضا النقطة المهمة أنه هو لم يشر نهائيا إلى الحزب الجمهوري اللي هو تابع لي في هذه الانتخابات، بل بالعكس هو سماها الحركة التي تم تنفيذها، وقال أنه هو يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. هي دي أبرز تصريحاته، لكن هو في الوقت الحالي لم يتطرق طبعا إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وده اللي كان بينتظره العديد من المراقبين والعديد من السياسيين في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، أو توجهاته ماذا سينفذ
خلال المرحلة المقبلة في أزمات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، أهمها طبعا حرب الدائرة في الوقت الحالي وكيفية تعامله مع إسرائيل أو تهدئته للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. هو ده اللي كانت أهم نقطة كان لم يتحدث إليها صحيح طبعا الرئيس الأمريكي. طيب توقعات حضرتك لشكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط كيف ستكون، وأيضا ما يحدث في غزة، هل قادر ترامب بالفعل على إيقاف ما يحدث في غزة الآن وفي فلسطين؟ طبعا هو بالتأكيد إذا كان هذا ترامب طبعا رؤية سياسية أو الإرادة السياسية الحقيقية لوقف العمليات العسكرية سيتم وقف العمليات العسكرية، لكن إحنا يجب أن نعلم على نقطة مهمة جدا أو نحدد نقطة مهمة، ان ترامب هو اكبر داعم لاسرائيل في منطقه الشرق الاوسط، وهو اول رئيس امريكي ينقل السفاره الامريكيه الى تل ابيب الى القدس، وبالعكس ده اقنع العديد من الدول الاوروبيه بنقل سفاراتهم الى القدس. اذا هو داعم لاسرائيل، والجميع يعلم طبعا الولايات المتحده الامريكيه تدعم اسرائيل، ولكن الرئيس الامريكي اذا كان لديه الاراده السياسيه الحقيقيه سيقوم بوقف العمليات العسكريه والضغط. دي نقطه مهمه جدا يا فندم. هو ده اللي بيسعى اليه نتنياهو في الوقت الحالي او من طالب امام المعارك في الوقت الحالي، الى ان يصل ترامب من اجل تحقيق اكبر مكاسب بالنسبه الحكومه الاسرائيليه في الوقت الحالي. طيب من كلام حضرتك يا استاذ جميل، ما الذي يملكه دونالد ترامب لكي يقرر ايقاف العمليات العسكريه في فلسطين واحداث الهدنه او التهدئه لم يكن يملكه جو بايدن؟ هو زي ما بقول لحضرتك الاراده السياسيه، اذا كان ترامب في الوقت الحالي هو سيبدا مرحله جديده في الرئاسه، ترامب سيكون يرغب في كسب ود العديد من الدول العربية في الوقت الحالي، وأيضا بأنه الرئيس الأمريكي قادر على وقف العمليات العسكرية، هو بالنسبة له هذا التحدي، وأعتقد أنه قادر على وقف العمليات العسكرية، لأن من المعروف طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي أراد أن يوقف أي عمليات عسكرية فمن حقه فبيدها أن يوقف هذه العمليات العسكرية من خلال طبعا هناك المعونات العسكريه التي تقدم لاسرائيل، الجسر الجوي يومي، الدعم الاقتصادي المستمر لحكومه اسرائيل منذ يوم 7 اكتوبر حتى الان، بهذه اوراق كثيره جدا قادر ان هو يضغط بها على اسرائيل. وهو طبعا من المعروف ان اسرائيل في الوقت الحالي او نتنياهو كان يراهن على نجاح ترامب من اجل الوصول الى هدنه وتحقيق مكاسب لاسرائيل. طيب علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الدول العربية زي ما حضرتك ذكرت، هل تعود إلى سابق عهدها في فترة ترامب السابقة، أم أن دخول روسيا، دخول الصين وإقامة علاقات استراتيجية بينها وبين الدول العربية الكبرى من الممكن أن يكون يمثل صعوبة على ترامب لعودته إلى المنطقة العربية مرة أخرى؟ أعتقد أنها لن تؤثر كثيرا، يعني علاقة الدول العربية بالصين بروسيا لن تؤثر كثيرا بعلاقة الولايات المتحدة أو ترامب بالدول العربية، بل على العكس هو سيقدم الكثير من الدعم للدول العربية الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل طبعا تحقيق أكبر قدر ممكن من العلاقات وأكبر قدر ممكن من الاستفادة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية. استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية مبنية أنها تكون على علاقة طيبة مع دول منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية بشكل أكبر من أجل المصالح الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط. المصالح الأمريكية العديدة استراتيجية وصناعية ومستوى الطاقة والمستويات المختلفة، فأعتقد أنه لن يتم تغيير علاقته بالدول العربية رغم طبعا دخول روسيا أو الصين. طيب أستاذ جميل، كيف سيكون الحال مع إيران؟ ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني ومثل ذلك مشكلة كبيرة في فترة حكمه السابقة. الآن إيران على علاقات طيبة مع عدد من الدول العربية، شكل العلاقة هيكون عامل ازاي يا فندم؟ هو طبعا من المعروف طبعا ان ترامب هو وقف التعاون مع إيران في اطار برنامجها النووي، وايضا عادت هذه العلاقات مرة أخرى مع بايدن وإدارته، لكن في الوقت الحالي طبعا احنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية تتعامل
بالوقت الحالي او استراتيجيه بعيده المدى. من المعروف طبعا ان ايران تمتلك القدره وتمتلك القوه وتمتلك ايضا الدعم في المنطقه، لذا وجب طبعا على الولايات المتحده الامريكيه او الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان يكون له وجهه نظر جديده في تعامله مع ايران في الوقت الحالي، اما ان يحيدها او اما ان يستمر في التعامل كما كانت الإدارة السابقة، أو يجعل علاقة محايدة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. طيب، لكن بالتأكيد طبعا هناك موقف من ترامب ضد إيران، ولكن المراحل المقبلة أو الوضع في المستقبل هو الذي سيحدد كيفية إدارة هذه العلاقة. عظيم. في كلمتي في هذا المؤتمر الصحفي قبل قليل تحدث بأنه سيعمل على عودة العظمة مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، أي عظمة إذن يتحدث عنها ترامب؟ وهل ينظر العالم الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف وبعد ما حدث خلال الفترة الماضية على أنها ما زالت دولة عظمى؟ هو بالتأكيد طبعا هي دولة كبرى، دولة عظمى، ولكن خلال الأربع سنوات الماضية أو خلال الفترة الماضية ظهرت العديد من القوى الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع حسم العديد من الأمور أو العديد من الصراعات اللي بتدور، وخاصة طبعا الوضع في أوكرانيا، ورغم الدعم الكامل الأمريكي لأوكرانيا ولكن لم تستطع حتى وقتنا هذا من تحقيق أي مكاسب ممكنة في الوضع في أوكرانيا. أيضا هناك تطور كبير في أو نمو كبير اقتصادي بالنسبة للصين وعلاقات متعددة بالنسبة للصين. هناك مطالب دولية كبيرة بأن يكون هناك العالم متعدد الأقطاب ولا يكون هناك قطب واحد يسيطر على مجريات أو يتحكم في العالم أو مصائر الشعوب. إذن فالولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يسعى خلال المرحلة المقبلة أن يعيدها هي القوة الوحيدة، هي القطب الوحيد، هو القطب الأعظم أمام العالم، هو من يمتلك القوة ومن يمتلك القدرة ومن يمتلك على صناعة القرار العالمي في الوقت الحالي. ولكن أعتقد أن الوقت لا يسعفه بشكل كبير جدا، لأن هناك قوة أخرى بدأت في التحرك على مستوى العالم، وهذه القوة بالتأكيد لم ترضى أن بالتأكيد إلى الصبر. طيب، إذا امتلك القرار السياسي زي ما حضرتك بتقول وأوقف ما يحدث في فلسطين وأقرت هدنة، هل بالتبعية يحدث هدوء فيما يحدث في الجنوب اللبناني أو أن يهدأ الأمر في هذه المنطقة؟ هو أعتقد أنه يعني إذا كان لديه الإرادة السياسية الحقيقية لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة فهو بالتأكيد يكون هناك تهدئة في الجنوب اللبناني وتهدئة في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، وإعادة الحسابات مرة أخرى لما في المنطقة في الوضع الحالي. لكن هو يجب طبعا على الدول العربية، على الدول الداعمة للشعب الفلسطيني أن يكون لهم أيضا رؤية في المرحلة المقبلة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أكبر مكاتب ممكنة جراء العمليات. يجب على الدول العربية أن تؤكد على أن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وأن تهدأ المنطقة بشكل كامل. شكرا جزيلا للأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، ونعود مرة أخرى لسعادة السفير محمد الشاذلي. سعادة السفير، كنا بنتكلم قبل هذه المداخلة عن سيطرة اللوبي الصهيوني على المؤسسات الأمريكية. إيه السبب في ده؟ ما دفع الجمهوريين والديمقراطيين إلى أن يعطوا بلا قيود ولا حدود لقوات الاحتلال دعم عسكري غير مسبوق؟ شوف، ده سؤال مهم جدا، لأننا يجب أولا أن نفهم مفهوم اللوبي. ما هو اللوبي؟ اللوبي إسرائيل أو الدوائر الصهيونية خلقت اللوبي يتكون من أضداد. بمعنى إيه؟ يعني في أمريكيين أفارقة من السود، وفي غلاة العنصريين البيض، في رجال أعمال ومليونيرات، وفي اتحادات عمال، في
كل يعني لم يستبعد في مثلا الناس الدينيين اللي بيتمسكوا بقيم الأسرة وفي أنصار الرينبو، فكل ده بيتجمع تحت اللوبي الإسرائيلي. وده يعني الفرق بين التعامل الصهيوني مع الولايات المتحدة والتعامل العربي. يعني التعامل العربي انه لم متصور انه يدي صفقات لشركات معينة، انه يدي هدايا لبعض المسؤولين، انه ده حتى من الحاجات اللي يعني اللي انا بجيتها الحقيقة محزنة، انك بتكلف بعض شركات العلاقات العامة انها تعمل لك لوبي. انت مش بتبيع سيفن اب، انت بتقدم سياسة. واسرائيل نجحت في اقناع الولايات المتحدة والغرب، زي ما تبادلت المنفعة مع فرنسا اليهود الجزائريين في الحرب وهكذا، اقنعت الولايات المتحدة انها فعالة وقادرة. في حروبها كانت ناجحة، في عملياتها السوداء المخابراتية كانت ناجحة إلى آخره. فأصبحت هناك علاقة ندية. أنت النهاردة العرب ما فيش علاقة ندية بينك وبين، أنت بتأخذ من الولايات المتحدة وبتأخذ منك هي ما ترتضيه دون النظر إلى مصلحتك. يعني الـ يعني يؤسفني ان انا اشير الى مقولة 99% من اوراق اللعبة في ايدين امريكا. يعني ده اعتقد انه كان تصريح غير موفق بالمرة، مع احترامي وتقديري للزعيم الراحل انور السادات. الحقيقة يعني النهاردة انت علشان تعمل العلاقة بين الولايات المتحدة وبين العرب فيها مرض، يعني انحياز فج شديد جدا ضد كل المصاعب العربية. ليه؟ لان انت ما انتش فاهم المنظومة الامريكية. انت النهاردة لو انت طبيب وراح لك مريض بيشكو، لازم تكون عارف التشريح بتاعه ايه، كبد والكلى والرئة والقلب والبنكرياس الى اخره. انت النهارده الولايات المتحده ده جسم شديد تركيب، مركب تركيب شديد جدا، فيها الكونجرس وفيها الحزب الجمهوري وفيها الحزب الديمقراطي وفيها المحكمه العليا وفيها لوبي السلاح وفيها لوبي البترول وفيها جماعات الضغط وفيها اتحادات العمال. ف مفيش يعني قليل من الناس اللي بتلم بهذا. لكن اعتقد انه الفتره اللي فاتت يا معالي السفير كانت كاشفه لكثير من الامور. ترامب في فترة رئاسته الأولى، أول ما بدأ زيارة للمنطقة، ذهب وصهره جاريت كوشنر إلى المملكة العربية السعودية. كيف سيكون شكل الفترة القادمة؟ ذهب إلى المملكة وماذا قال؟ قال إن إحنا بندفع دم قلبنا لعقد صفقات اقتصادية لدول الخليج عشان ناخد بترول، وبنحميهم بدماء جنودنا، وأنا عايز بتاع أتخلص من هذا الاقتباط. يعني مش هو قال كده؟ مظبوط. يعني ده كلام قيل ومسجل على لسان. لكن هل ما حدث في المنطقة، المعطيات على الأرض، تغير من سياساته خلال الفترة القادمة؟ أنت كيف تستطيع أن تغير؟ لازم أن يكون عندك أداة للتغيير، أداة للسيطرة. وهذا لا يتأتى إلا إذا فهمت التركيبة. يعني أنت شوف، إحنا في مصر هنا عندنا مركز للدراسات الإفريقية وعندنا مركز الدراسات العربية. النهاردة لابد أن يكون هناك مركز للدراسات الأمريكية يخرج الدبلوماسيين. النهاردة لما تبعت راجل مثلا سكرتير أول إلى الولايات المتحدة ويتعلم on the job كل الحاجات دي، لا، على ما يكون ابتدى يتعلم، ما يكون خلص مدته. أنت المفروض أن أنت تبعته وهو الصحفيين الإعلاميين رجال الأعمال. يجب ان انت يكون عندك، يعني انت الغرب سيطر علينا ليه؟ لان عنده طائفة من الناس اسمهم المستشرقين، درسوا تاريخنا ودرسوا القبائل، صحيح، ودرسوا الشخصيات
ودرسوا التوزيع توزيع الثروه. انت النهارده طول الوقت احنا نستمطر لعنات السماء على المستشرقين، يقول لك ان هم دول اللي هم سبب ادوات الاستعمار. طبعا اعمل انت طائفه سميهم المستغربين اللي بيدرسوا الغرب، يعني يدرسوا الاتحاد الاوروبي وكيف يتخذ القرار في الاتحاد وجامعات الضغط في الاتحاد الاوروبي في الولايات المتحده وهكذا. طب يمكن يا فندم بحسب كلام حضرتك ما دفع ترامب للتعامل مع الدول العربيه او الافريقيه في السابق انه لم تكن تظهر الصين بهذا الشكل في المنطقه وايضا روسيا. شاهدنا خلال الفتره السابقه تعاون كبير جدا ما بين روسيا والدول العربيه والافريقيه وايضا تقارب صيني مع عدد من الدول العربيه. شكل العلاقه هيكون ازاي في ظل علاقات استراتيجيه بتجمع قوة زي الصين وقوة زي روسيا بالدول العربية؟ شوف أنا أكثر ما يقلقني على مستقبلنا جميعا هو هذا التفكير، إن إحنا النهاردة هنجد الخلاص على يد الصين وهنجد الخلاص على يد روسيا. ليس الخلاص في أثناء التعددية التعددية القطبية. أنت رجل عاقل ومتعلم وتقول هذا. كثير أنا قعدت مع ناس كتير يقول لك لا النهاردة الصين طالعة وهتحيد الولايات المتحدة. الصين يعني بتدور على مصالحها اكيد طبعا، وليست من مصلحتها اطلاقا انها تدخل في نزاعات علشان خاطر فلسطين او علشان خاطر لبنان او علشان خاطر اي طرف. انت النهارده طول ما العرب في هذه الحالة من الضعف ومن التشرذم لن يعمل لنا احد حساب. دي وجهة نظر حضرتك طبعا بكل تأكيد طبعا في محلها، لابد ان يكون هناك صوت عربي موحد، ده مما لا شك فيه. يعني مش ضروري حول الكثير موحد. حول الكثير من يعني القضايا على الاقل قضية العرب المركزية يبقى ما هواش متصارع. يعني انت عندك النهارده احنا كنا في فترة من الفترات في الستينات كنا بنتحدث عن القومية العربية وبنقول لك ان في مؤامره لضرب القوميه العربيه. النهارده في صراع لضرب القطريه العربيه. يعني انت لما تروح شوف النهارده تلاقي ليبيا بيقتلوا بعض، اليمن بيقتلوا بعض، السودان بيقتلوا بعض، سوريا سالت فيها بحور، العراق سال فيها بحور، النهارده الجزائر والمغرب يعني على شفا حرب. فكيف تستطيع ان انت تواجه العالم؟ يعني انت النهارده يعني لعل من الدروس المستفاده من اللي حصل في غزه ان انت الاول كنت بتقول احنا اسرائيل، لا مش اسرائيل، انت اسرائيل معاها الحلف الشمال الاطلنطي ومعاها الولايات المتحده وبتاعت. يعني اذا كان الولايات المتحده اللي هي اقوى دوله في العالم بتواجه العالم من خلال حلف الشمال الاطلنطي اللي فيه بلجيكا وفي تركيا وفي اليونان، فانت النهارده العرب يعني البحرين عايزه تواجه العالم لوحديها، قطر عايزه تواجه العالم لوحديها. اما تحصل المشكله يقول لك انا فين مصر؟ مصر هتشيل مش لازم تبقى مدعومه. يعني انت عايز مصر تواجه الولايات المتحده وتواجه حلف شمال الاطلنطي والعرب مش عايزين يعملوا حلف عشان يراعوا مصالحهم. طيب في حال انه فاز هل كان هو الاصلح للمنطقه؟ مين؟ ترامب؟ لا انا شوف انا هقول لك انا السياسه كانت هتكون متقاربه بما ان سياسه الحزبين اصلا تقاربت. انا يعني ما يحدث داخل الولايات المتحده موضوع مش موضوع محلي، ان الولايات المتحده دوله مؤثره على العالم كله. يعني ادي لك مثال على قدره الولايات المتحده على التاثير. سنه 71 كان الدولار مربوط بغطاء الذهب وكانت أوقية الذهب بتساوي 35 دولار. جه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قال لك لا أنا هفك هذا الارتباط ولغى هذا الارتباط. النهاردة وصلت أوقية الذهب إلى 2000 دولار. يعني وده ما أثرش على الولايات المتحدة لوحدها، ده أثر على العالم كله. الولايات المتحدة النهاردة ليها تحفظات على حاجات المناخ بتؤدي إلى كوارث. ولكن أنا أشوف بقى يعني بين كاميلا وبين ترامب، يعني انا ليس لدي افضليه في، انما يعني انا خشيتي ان دونالد ترامب بهذه الشخصيه
الزئبقية، ومش عايز يعني أقول أكثر من الزئبقية لأنه ده غالبا هيبقى رئيس الولايات المتحدة وأنا راجل دبلوماسي، إنما هذا الرجل هيمتلك شفرة السلاح النووي وسلاح الدمار الشامل في العالم. يعني أنا شخصيا لا أشعر بإطمئنان، وعندما يمسك هذا الرجل شفرة السلاح النووي ده يقودنا لشكل العلاقة مع إيران هتكون عاملة إزاي خلال الفترة اللي جاية. شوف الأستاذ جميل من الأهرام قال كلمة أحب أعلق عليها، إن دونالد ترامب هيستخدم نفوذه لوقف القتال في غزة. أنا أتفق معه في هذا. ليه؟ لأن النهاردة نتنياهو تقريبا يعني عمل حالة من الدمار، وما أقدرش أقول أنه هزم المقاومة، لا، المقاومة لأنها روح وقضية لن تموت، لكنه أثر كثير جدا على قدرتها وعلى قوتها. فأعتقد أن نتنياهو لأنه كان يتمنى فوز ترامب هيديله الكريدت والجائزة بأنه هو أوقف القتال في غزة. ده عشان تتوقع أنه يحدث قريبا؟ أتوقع أنه هيحصل، لأن ده من مصلحة نتنياهو اللي هو استنفذ وابتدى يحصل شقوق شديدة في الجبهة الداخلية وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشبك، ده مصدر يعني أنهك واستهلك، فمن مصلحته أنه يوقف، وبعدين من مصلحته برضو ان هو يحمل ترامب الرئيس الامريكي جميل، وبرضو الرئيس الامريكي هيستفيد مكاسب طبعا، ده مكاسب. فاعتقد ان ده سيناريو يعني بأشكر الاستاذ جميل عفيفي عفيفي على طرح هذا التصور. طيب اذا حدث، هل بالتبعيه يتوقف ما يحدث في لبنان؟ هل بالتبعيه يتوقف الصراع العسكري والمحتدم في المنطقة والمتمسك في الصراع الإيراني الأمريكي وأزرعها في المنطقة؟ خلينا الأول في الصراع العربي في لبنان وفي فلسطين أنت النهاردة خلقت حالة من الكراهية وحالة من الفقر في الصدور من المستحيل أن تستطيع أن تسيطر عليه. النهاردة عندك النهاردة لنفرض أن أنت قضيت على جيل، انما النهارده عند طفل عنده 5 سنين شاف ابوه وامه واخواته بيتقتلوا، هل تتصور ان ده هيكون شخص قابل انه يصنع سلام؟ طبعا صعب. يعني انت اللي عمله نتنياهو اجهض تماما اي فرصه لاستتباب السلام. يعني ده بالنسبه بقى لإيران. يعني هو إذا زي ما قلنا السيناريو بتاع إن نتنياهو هيقدم لترامب هدية على صينية من فضة بإن خلاص يعني هنوقف القتل في غزة، يبقى ممكن يوجهه الجهد كله إلى إيران. تمام. وده يعني أنا بعتقد إنه، وخاصة وان برضو ترامب قال ان هو هيوقف الحرب في اوكرانيا، يبقى انت رفعت الضغط من امريكا من اوكرانيا، ورفعت الضغط عن امريكا واسرائيل في غزه وفي لبنان، فاصبح دلوقتي تقدر ان انت تكرس الجهد ضد ايران. وده شخصيا انا بعتقد ان ده هيبقى سيناريو كارثي. طيب هل ما قاله ترامب خلال الفترة الماضية في المناظرات وخلافه يعني يأتي في إطار الدعاية الانتخابية فقط، وأنه قد لا يكون صاحب التأثير الأكبر في فعل كل ما حضرتك ذكرته دلوقتي؟ يعني شوف، هو يعني الولايات المتحدة بكل ما فيها من عهات، إنما فيها توازن القوة وفيها المراجعة، ففي أنت عندك النهاردة في الرئاسة رئيس الولايات المتحدة لها سلطات كبيرة جدا، إنما برضو بيحكمه الكونجرس
طبعا والسنت والمحكمة العليا والإعلام والشركات الكبيرة اللي ممكن مصالحها تتأثر. ففي مجال كبير لفرملة الثور الهائج. فده يعني قد يكون ده صمام الأمام. طيب الكيان المحتل كان هناك حالة من الانقسام ما بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. كامالا هاريس لأنها نائبة بايدن، وبايدن قال من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وجسر جوي يحمل معدات ومخصصات كبيرة جدا لقوات الاحتلال خلال الفترة الماضية في حربها ضد غزة وفي فلسطين. وعلى الجانب الآخر زي ما ذكرنا أن ترامب كان صاحب قرارات تاريخية في فترة رئاسته الأولى. من فيهم كان يخدم قوات الاحتلال أكثر؟ يعني ما أقدرش أقول لك مين أكثر، الاثنين خدموا. يعني أنا عمري ما أتصور إن في حرب دايرة في بلد يروح رئيس دولة يروح يقعد في مجلس الحرب. يعني ده عملية في غاية الفجاجة. صحيح. وكم كم من السلاح، وبعدين اسمه إيه ده ترامب هو اللي نقل السفارة بتاعته إلى القدس. يعني شوف النهاردة وما يجب أن نركز عليه كعرب. أولا زي ما قلت لك يعني بناء أولا دراسة المجتمع الأمريكي لمعرفة كيف نتعامل معه. زي ما قلت لك أن المريض لما بيروح للدكتور، الدكتور لو مش عارف تشريح الجسم إيه وإيه اللي جوه الجسم مش عارف يتعامل معه دراسة طبعا. فأنت النهاردة مطلوب منك أن أنت تدرس الـ 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 الواقع الأمريكي والميكانيزم. يعني لو تسمح لي أن أنا يعني أخذ من هذا المنبر فرصة أن أنا أناشد السيد وزير الخارجية، وأنا راجل ابن من أبناء وزير الخارجية، ويعني أنه يكون بداية مركز للدراسات الأمريكية في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، بحيث ان احنا نخرج على الاقل الكادرات الدبلوماسيه قبل ما تروح الولايات المتحده تبقى عارفه يا هتواجه ايه تخصصيه في الولايات المتحده. بيجي بتساعد اللي بيطلع الاول فيها من حقه ان هو يتعين في في في, في, في واشنطن او في الولايات المتحده في السفارة أو في القنصليات أو إلى آخره. ممكن يستفيد منها الإعلاميين، ممكن يستفيد منها رجال الأعمال طبعا. إن هو لما يروح عارف الميكانيزم اللي بيتعامل معاه إيه يبقى أكثر صحيح يؤثر على شكل العلاقة كمان ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات. لكن عايز أرجع مرة تانية للمؤتمر بتاع ترامب وهو بيتكلم عن دعم بنسلفانيا له انه فاز بالاصوات في بنسلفانيا، ودي كانت حاجه يمكن غريبه شويه. ميتشيغان مثلا كانت من الاصوات المعروفه ان هي بتذهب للديمقراطيين، لكنه في 2016 حصد من هيلاري كلينتون حصد الاصوات. ازاي قدر انه يعمل كده؟ لا شوف، هي يعني انت لو تدرس الانتخابات الامريكيه على مدى، وانا بقول لك انا راجل عجوز شفت عدد كبير يعني اوعى على عدد كبير من الانتخابات الامريكيه، في هناك سيوله. يعني ما فيش عمليه الولايات المتحده تعدادها اظن دلوقتي 300 مليون. لما تشوف مثلا عدد الاعضاء في الحزب الديمقراطي وعدد الاعضاء في الحزب الجمهوري، انا يعني ما عنديش ارقام دلوقتي بالظبط، لكن هتلاقي نسبة بسيطة جدا من عدد السكان. مش ففي سيولة، يعني في الإعلام بيلعب دور في تغيير التصرفات. يعني عندك مثلا أنت الحزب الديمقراطي، يعني أنا بعتقد أنه انتكس انتكاسة كبيرة في فترة الرئاسة الثانية اللي كان بيطمح فيها بايدن، وهو يعني وصل إلى مرحلة الخرف. يعني إن أنت لما تشوف رئيس بلدك بهذا المستوى وهو ده اللي الحزب مقدمه، أكيد يعني بيأثر على مكانة الحزب
لدى الناخب. فأشياء كثيرة بتأثر يعني، مفيش يعني حاجة يقول لك إيه ولاية متعودة دايما إنها بتصوت ديمقراطي أو ده يعني ده بتأثر فيها على الأهواء، بتأثر فيها حاجات كتيرة جدا، لأن ليس سكان الولايات المتحدة 300 وحاجة مليون نصهم أعضاء في حزب الديمقراطي، نصهم أعضاء في لا ده يعني ما عنديش يعني لا أذكر أرقام دلوقتي، لكن تمام. نسبة هتبقى نسبة ضئيلة، وبعدين في بقى مرونة وسيولة. مفهوم طبعا. طيب نروح للعلاقات ما بين القاهرة وواشنطن. على مر الزمن هناك علاقات قوية بتجمع مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، هناك حالة من التوافق على بعض الأمور، لكن هناك أيضا تباين، لكن مسؤولو الطرفين أو البلدين دائما يبقوا هذا التباين تحت السيطرة. هناك علاقات استراتيجية كما نعلم جميعا، لكن هناك بعض من التباين، وده في ظل حكم الديمقراطيين أو حتى الجمهوريين. شكل العلاقة بين واشنطن والقاهرة كيف ستكون خلال الفترة القادمة؟ شوف برضو أنا من الحاجات اللي يعني بتحفظ عليها كتير، إن ناس تساؤلات طب الرئيس الأمريكي هيعمل إيه مع مصر؟ إحنا لازم يعني ندخل هذا الباب بثقة في بلدنا وثقة في شعبنا. مصر دولة لا يمكن أن يستهين بها لاعب عاقل على الساحة الدولية. يعني مصر طبعاً دولة فيه طبعاً. من أقوى الدول عسكرياً في الشرق الأوسط، دولة سوق من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، دولة فيها قاعدة صناعية وقاعدة، دولة نشطة سياسياً طول تاريخ. يعني مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة، دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، دولة مؤسسة لحركة عدم الانحياز، مندوب من مصر كان من الذين صاغوا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. يعني مصر دولة لا يستطيع حاكم أو متخذ قرار سياسي في أي مكان في العالم أن يهمشها. طبعا. مصر حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة. طبعا. يعني الولايات المتحدة دولة عظمى، دولة صناعية، دولة علمية، دولة طبية، دولة اقتصادية، دولة مصدرة للغذاء. يعني يهمنا ان احنا يعني في علاقات طبعا قوية. ولكن طبعاً. ايضا الولايات المتحدة يجب ان تعرف قدر مصر، وتعرف ان مصر دولة لها ثقل ولها مكانة ولا يمكن تهمش. وعشان كده انا سألت حضرتك كيف ستكون العلاقات ما بين الدولتين، ولم نتحدث خالص كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر اطلاقا. هناك احترام متبادل بين الدولتين، الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا من هي مصر، طرف او يعني دولة قوية في المنطقة، وفي كل الصراعات الموجودة يتم التنسيق مع مصر بشأن هذه الصراعات أو ما يحدث بشكل عام في المنطقة. مصر أيضا خلال الفترة الماضية انتهجت السياسة التعددية القطبية، وكان لها علاقات قوية مع باقي الدول. هل ممكن أن يؤثر على شكل العلاقة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة؟ يعني بقول لك يعني دائما هناك هامش من الحركة، ولكن يظل التيار مندفع. يعني لا يعني مصر من مصلحتها انها تخسر الولايات المتحده، وقطعا الولايات المتحده ليس من مصلحتها انها تخسر مصر. فالطرفين بيحافظوا على العلاقه مهما كان هناك اختلافات في بعض الامور، ويعني بلاد مركبه. يعني مصر شوف لها بعد عربي ولها بعد افريقي ولها بعد اسلامي ولها بعد متوسطي، فبالتالي لا يمكن ان انت ترى رؤية واحدة في كل القضايا. ولكن كيف تعالج الاختلاف؟ هذا هو الحنكة السياسية. وما يؤكد كلام حضرتك يا معالي السفير انه واشنطن اجبرت على تخطي الكثير من الامور مع مصر خلال الفترة الماضية، حتى أنه المساعدات لم تقتطع جزء منها كما كانت تفعل في السابق. المساعدات العسكرية بقيمة مليار و300 مليون دولار أعطتها لمصر كاملة منذ أسابيع، ده دليل على قوة مصر في هذه المنطقة. طبيعي.
طيب شكل الولايات المتحدة الأمريكية سريعا من الداخل كيف سيكون خلال الأربع سنوات القادمة؟ شو أنا قلت لحضرتك أنه لما وقف دونالد ترامب وقال معسكر الأعداء، دي الحقيقة يعني كلمة لها مدلول كبير جدا، إن هناك تقطب وإن هناك انقسام حاد في الساحة السياسية الأمريكية. يعني أنت النهاردة في نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية، الأمريكيين الأفارقة، المسلمين، كل ده في حالة تقطب داخل المجتمع الأمريكي، والرئيس الأمريكي وكل الساحة السياسية الأمريكية لديها واجب وواجب شاق جدا، هو تحقيق الوئام الاجتماعي داخل المجتمع الأمريكي. كل شكر ليك معالي سفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك لأن أعطتني هذه المساحة لأتحدث في موضوع في غاية الأهمية. إذن هو يوم أحمر على الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن مع تقدم ترامب على هاريس في نتائج الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة بفارق كبير، وكذلك إعلان دونالد ترامب بنفسه الفوز في الانتخابات من مقر حملته بفلوريدا. مشاهدي الكرام، تابعنا مع حضراتكم على مدار أكثر من 12 ساعة متواصلة ومن قبلها من خلال خدماتنا الإخبارية المختلفة مجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لحظة بلحظة، وقراءة ما وراء اتجاهات التصويت ما بين الولايات الحمراء والزرقاء والمتأرجحة الحاسمة عبر ضيوفنا الكرام وشبكة مراسلين في الولايات المتحدة الأمريكية. محطات مرت بها انتخابات الرئاسة الأمريكية التي توصف بالأعقد والأهم في العالم، كنا معكم فيها طوال الشهور الماضية عبر مختلف خدماتنا الإخبارية، وسنظل متواصلون معكم أولا بأول لمتابعة ما يستجد في عملية فرز الأصوات وحتى إعلان النتائج رسميا واسم ساكن البيت الأبيض الجديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.